الفضيلة يقول: هل يجوز الوعظ والتذكير في المقبرة حال دفن الميت؟ التزام هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا، وإنما فعله مرة واحدة لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده، وجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه ينتظرون أنه ينتهي حفر القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم، بدل أنهم يسكتون وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المداومة على هذا واتخاذ المقابر محل للخطابة والوعظ، هذا أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يداوم عليه، ولم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي التوسع في هذه الأمور. نعم. صاحب الفضيلة يقول: العمل عند القبور حساس جدا، لأنه موضع فتنة، موضع شر، فيجب أن المسلمين يتحرزون من فتح الأبواب هذه. نعم.